أذهب مع حضراتكم الآن على الهواء مباشرة لنتابع هذا الجانب من مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، وذلك بحضور وزيرة التضامن غادة والي. هل إحنا بننشر ميزانياتنا وعارف كل واحد متبرع أو متطوع عارف الفلوس اللي بتيجي بتروح فين وبتتصرف إزاي، وبنعتبر نفسنا مسؤولين أمام المجتمع اللي بيتبرع لنا سواء بماله أو بجهده، ولا إحنا ما بننشرش ميزانياتنا وما بنعرفش المجتمع المحلي اللي إحنا بنخدمه مواردنا جاية منين ولا رايحة فين ولا اتصرفت إزاي؟ هل إحنا وإحنا بنختار المشروعات اللي بننفذها في المجتمع اللي إحنا بنخدمه، هل هذه المشروعات تم اختيارها بناء على احتياج المجتمع؟ ولا لان في تبرع جاي لهذا الموضوع او اهتمام اقليمي او دولي بهذا الموضوع ففجاه يطلع لنا موضوع له اهميه يخص البيئه وفجاه يخص الحوكمه وفجاه يخص المراه، في حين ان احنا كمجتمع عندنا الكثير من المشكلات واللي منها البيئه ومنها المراه ومنها التعليم ومنها الصحه ومنها العمل ومنها الانتاج. هل احنا كمجتمع مدني بنساعد المجتمع على المزيد من التواكل، ولا احنا كمجتمع مدني بندعو لثقافه العمل وثقافة الاجتهاد وثقافة المساءلة وثقافة الشعور بالمسؤولية أمام مجتمعنا؟ فأنا دعوتي للمجتمع المدني ورسالتي ليه إن هو شريك للدولة. أولا لازم يحاسب الحكومة ويراقب عمل الحكومة ويخاطب الحكومة ويسائلها ويحاسبها حينما تخطئ وحينما ويشترك معها حين تصيب، ولكن ايضا المجتمع المدني مسؤول ان هو يكون قدوه في الشفافيه ويكون قدوه في تطبيق القانون ويكون قدوه في اداره الموارد ويكون قدوه في اعتماد الاساليب العلميه في العمل وفي تداول السلطه جوه الجمعيه وفي تداول السلطه جوه مجالس الاداره وفي التمكين للمراه في مجالس اداره الجمعيات والتمكين للشباب في مجالس اداره الجمعيات، وانه فعلا كل ما ينادي به المجتمع المدني يطبقه في اليات عمله وفي الاسلوب بتاع العمل بتاعه. احنا كمان كجهه رقابيه مسؤوله جزء من ادوارها اداره والرقابه على المجتمع المدني مسؤولين على ان احنا نحسن من قدراتنا في الرقابه والمتابعه، ندرب موظفينا بشكل افضل، نتيح ليهم موارد تسمح لهم بالعمل بشكل افضل بحيث انه ما يبقاش الشخص اللي مسؤول عن المتابعه ولا الرقابه نفسه مش كفء او مش قادر على العمل او حتى مش بيقوم بيه بالامانه والانضباط اللازم. فهي مسؤوليه مشتركه وهي مسؤوليه بتبدا في الاسره، بتبدا في البيت، بتبدا في اننا نعلم اولادنا انه ما ينفعش ان انا اغش من صاحبي واعتبر ان ده تداول معلومات مشروع، ما ينفعش ان انا ما احترمش المدرس بتاعي، ما ينفعش ان انا اشتكي كولي امر ان الامتحان جه صعب واروح اتخانق مع المدرس امام الطلبه. فبالتالي هي اختيار مجتمع ان هو يختار ان يكون مجتمع يعني يتبنى مبادئ الامانه والالتزام والاخلاق والعمل الجاد والعداله، ودي اهم حاجه اللي بتقضي على الفساد، العداله الناجزه والشفافيه المطلقه، وان احنا كلنا نشتغل مع بعض ما نعتبرش دي مسؤوليه الحكومه ولا مسؤوليه الرقابه الاداريه ولا مسؤوليه جمعيات المجتمع المدني، دي مسؤوليتنا كلنا كمصريين. اذا اردنا ان يكون لهذا البلد مستقبل لابد ان نعمل معا على ان احنا نبدا بانفسنا، نطبق في بيوتنا، في منازلنا، في مدارسنا، في مكاتبنا، في عملنا، في علاقاتنا الامانه والنزاهه والشفافيه المطلقه. أنا بشكر حضراتكم لاجتماعكم النهاردة، بأحييكم في نهاية يوم طويل بتعهد بها الاستمرار في العمل مع المجتمع المدني والاستمرار في الثقة في المجتمع المدني وفي شراكة طويلة وممتدة مع بعض علشان نصل لبلدنا للمكانة التي تستحقها ونقدم لأولادنا المستقبل اللي بيستحقوه. بشكركم وأحييكم وبدعوكم لاستمرار العمل معنا. شكرا. وعاوزة قبل ما انهي كلماتي ان انا اشكر بشكل خاص رئيس مجلس ادارة المعهد الدكتور حسن راتب على استضافته لهذا الجمع الكبير وعلى دعمه للمؤتمر، وبالتأكيد بشكر الدكتور طلعت عبد القوي ومجلس ادارة اتحاد الجمعيات. شكرا.
كان ذلك جانبا من كلمة وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة غادة والي في مؤتمر دور المنظمات المدنية في مكافحة الفساد، ونوالي تقديم الأخبار حيث أكد